بانتظار تحقيق النصر على السجان أو الشهادة، يرقد الأسيران خليل عواودي المضرب عن الطعام منذ 104 أيام ورائد ريان المضرب منذ 69 يوما ضد اعتقالهما إداريا. محامو الأسيرين أبلغوا عائلتيهما أن الأوضاع الصحية لهما باتت خطرة، فالأسيران لا يقويان على الكلام أو الحركة. أنا مين بدي أناشد؟ أنا بناشد أي جهة مختصة وبقدر أي حدا يتدخل إن ينقذ حياة ابني وحياة الأسرى الثانيين وخليل العوابدة اللي يعني وضعه خطير جدا، لسه أكثر وضع خطورة من رائد، إنهم يتدخلوا الحل العاجل والسريع لإنقاذ حياة الأسرى. يعني لإيش مكتفين إيديهم بالسنة وتيستشهدوا يعني يجوا؟ ولا أنا يعني إيماني بالله سبحانه وتعالى، بناشد الله سبحانه وتعالى. أهالي الأسرى اعتصموا أمام مقر الصليب الأحمر وتعالت الأصوات من أجل تدخل المؤسسة الدولية لإنقاذ حياة الأسيرين في ظل تعنت إسرائيل ورفضها أي جهود للإفراج عنهما. يجب كل الشعب الفلسطيني أن ينبري إلى دعم ومساندة الخطوات النضالية هذه، بغير ذلك لا يعني قد يمتد الإضراب وقد يستشهد الأسرى المضربون. وبرغم الإدانات الدولية للاعتقال الإداري تواصل إسرائيل فرضه على أكثر من 650 فلسطينيا. هناك إدانات للاعتقال الإداري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لجنة أو منظمة العفو الدولية، وجهات دولية أخرى بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك كل هذه الإدانات والضغوطات مجتمعة لم تنهي سياسة الاعتقال الإداري. ويذكر أن الأسرى الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال منذ أكثر من 165 يوما احتجاجا على اعتقالهم الإداري. الأسرى الإداريون بحاجة إلى إسناد شعبي ورسمي لإنجاح معركتهم ضد السجان والتي يخوضونها إما بالإضراب عن الطعام أو بمقاطعة محاكم الاحتلال. نسرين سلمي من أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة، الميادين.